في مصر بطلة عظيمة تحقق إنجازات كبيرة، تصنع التاريخ وترفع علم بلدها في السماء، اسمها ميار شريف. النهاردة ميار شريف صنعت تاريخ جديد للرياضة المصرية بشكل عام وفي لعبة التنس بشكل خاص. صعدت ميار شريف للدور الثاني من بطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، عشان تبقى أول مصرية تحقق الإنجاز التاريخي ده، وتعادل إنجازها لما صعدت للدور الثاني من بطولة استراليا المفتوحة. ميار عندها مواجهة صعبة أكيد الدور اللي جاي، حبينا بس نقول لها إحنا وراكي وفي ظهرك ومستنيينك تفرحينا